مساء الخير، حلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي وجولة جديدة على آخر تحركات الطلاب بالأكاديمية. البداية مع وداع فاتن يلي كان مؤثر جدا، فشو هي أحلى لحظات عاشتها فاتن مع أصحابها؟ نسترجع سوا. كثير 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 وقد انا بحبك وبشجعك. بتعرفيني انا قد كثير بحبك، بس لانه ما حسيتها فارق لانه طلعت انت سكند تايم. كنت متوقعه مبال تصوت لي، كنت متوقعه نسيم يصوت لي، كنت متوقعه انيس يصوت لي، كنت متوقعه هايدي تصوت لي. من ناحية زعل بصراحة شوي. أكيد أنا عارفة، بس يروح مو لأنه شيء، لأنه الصداقة موقف، مو كل شيء. يعني الإنسان اللي يحبك يحبك في المواقف، توقف في أي موقف هني تحبني، مو تحبني لما تقولي أنا أحبك. تفاجأت إنه شلون في ناس يعني في ناس توقعت إن علاقتنا قوية ونحن أصدقاء بغض النظر عن أي شيء، إنه يعطون فرصة لسكينة ولا لا. توقعت رح يقولون اسمي، كنت واثقة، ما توقعت، كنت واثقة إن رح يقولون اسمي، ولكن انصدمت. هالشيء اللي ضايقني بصراحة. لحظة بس أقول لكم شغلة. ليش الواحد يبرر إذا هو اختار قناعة؟ It's okay. ما في تبرير. يعني أنا اليوم إذا ما اخترتك واخترت ما بين، ليش إلا أجي برر لك إن أنا اخترته لأنه خلاص. مش هذه القصة. أنا مو زعلانة. فاتن اسمعيني. أنا مو زعلانة. عارف. أنا عارف زعلانة. مو زعلانة والله. اسمحيلي. أنا أزعل. شرفكم أنا شخص بيزعل. طيبتي لا 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 أنا بحمل بقلبي بشيل بقلبي لا. لا بس لازم تفهمي يا فاتن. يعني لازم تفهمي أنت بديت أقرب واحدة ليه، بس أنا تخيلت نفسي في نفس الموقف ده. بصراحة كانت أحلى اللحظات لما كنت لما كنت أقعد في الحديقة، كنت أحب أقعد في الحديقة. مكاني المفضل في الأكاديمية كانت الحديقة، لأن الإضاءة أخف، وتحس إن ضغط السبوت لايت عليك أخف. رقمي؟ أعطيتك رقمي. يبقى لهم. يبقى لهم خمسة. صادف؟ ما أدري شو فيني أنا شايلة في قلبي على مرتضى شوي، لأنه يعني أنا شفت الحزن في عيون علي أكثر من مرتضى، مع أن أنا يعني شفت الحزن في عيون، يعني حتى في آخر لحظة شفت الحزن في عيون علي، في عيون أنيس أكثر مما شفته في عيونه. يعني آخر فترة كان بتغير، بس ما أعرف لشنو السبب، شنو الأسباب، أو عنده سبب معين. قاعدة خلنا نطلع. لا دقيقتين نطلع. انت خايف؟ يعني شايلة في خاطري شوي، بس اتمنى للتوفيق. يعني نضل اصدقاء، يضل بينا عيش وملح، يضل بينا ذكريات وضحك، ايام حلوة. يعني يلا 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 يلا. ما في شيء يستاهل، يعني كل شيء رايح. أهم شيء
اللحظات الحلوة ما تروح. أنا كنت دائماً أقولها له، ما أدري هو إذا كان يدرك هالشيء ولا للحين يدرك أو ما يدرك هالشيء. أنا بالنسبة لي كانت تعني لي اللحظات الحلوة، إن كل لحظة حلوة أقضيها يعني مع الشخص اللي أنا أحبه وأعزه يعني، فشايلة في خاطري شوي عليه. زعلانة منك؟ زعلانة قليلة. ما نقدر أراضيك بالتليفون بس مو هنا. أنا كنت وايد طيبة. أنا عايزاكو هتابعكو. أنا ما أبي. أنا ما أبي. ما شان فادي. باي. يا دي بسحب. Love you. Love you too. أحبك يا فتون. خراشو. أحبك كلش. إيش ليه بديش؟ كلش أحبك. يمكن في حياتي كلها ما راح أمر بتجربة مثل هالتجربة، يعني ما راح أعيش مع أشخاص كل واحد من دولة وكل واحد من بلد تحت ضغط وكاميرات وحصص ودروس وبرايم وطلوع على المسرح ويعني كل شيء مرق هيك بسرعة. تجربة علمتني أكون أقوى، أكون إنسانة يعني أنا إنسانة شفافة بزيادة، عاطفية بزيادة. قالوا إنسان يتعلم من تجاربه، فأنا مو زعلانة. فاتن! لا 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 أليس. سوسو! أحبكم! فاتن! علوشي سكينة! فاتن we love you! بريك صغير مشاهدينا، ومن بعده يومية ستار أكاديمي بتكمل. نرجع لأخبار الطلاب وتحديداً نسيم يلي فاز بالتوب 1 هالبرايم وربح سفرة على اليونان. نسيم حضر الشنطة ودع أصحابه وانطلق برحلته. يرز معاه وقرأ دعمه. نسيم حبيبي هاي الشيشة اللي وراك. هلا الدرة. أنا دورة. ويا ويل اللي بيعلق بالزيت. رافائيل. فكرك غنيت حلو اليوم بالبرايم. حنان. خلصك الجمهور. إيه راح ترجع له من عباس. علي. علي تقبل عزيمة لدورنا؟ يلا شوف. 100% علي يا ابني يا عمي. شانتال راسك كبير مش على الدين الاسبوع. بدي كسر لك انيس تراجا. يو يو ار ماي تراجا. لا تعرف جوع شو هتعمل؟ عم تتقلبني يا نسيم. نسيم هيك تعمل فيه؟ هيك تعمل فيه؟ بدي انا بحبه تعمل علي انت ومروان انكلاب. انكلاب خدت بالك؟ اه والله فعلا كده. علي علي بالعظيم تلا دره. علي يا ابني يا عمي حبك يجرف دمي. دينا يا سيدي. طب خلص نزار. غلاسة كده. انزار. نزار. رافائيل. شو بدك؟ نزار يلا. ناطرتك طيارة نزار. مابيل. عارف التون بيتغير يعني. شانتال. شانتال. ما صاركم. Ha 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 ha!
يلا معي على الباب يلا يلا معي على الباب جزيني ملك الله. هو مش عايز يودع حد اصلا وهو فرحان. انا فرحان. انبسط وما تفكرش في حاجه. انيس ونسيم. نسيم. والله ترجع السلامة يا بنت. والله بتوحشني. ذكرى سعيدة. لا خلي عندك حبيبتي. في العربية. عربية مين؟ طلعت بالطيارة. نسيم نسيم. طيارة مين؟ نسيمة. سلام زين اوكي؟ يا رفايل. والله كنت ابغيك. قال لك انا بغيك وهور يا ابو الهوار يا زين ابو الهوار هذا عصفور الاكاديمي خلينا نشيل الاكاديمي لا خليه اوكي يعني مش رزينه يس انبسط ايه ها انبسط واللي من جد والراحل حطوا بيا قلبي نسيم لا اله الا الله نسيم نسيم تعال نسيم 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 خلاص بقى كمشوا له البتاع باي باي ما تنساش اللي معك شيء من هونيك اذا في حد باي نسيم باي روح بقى يلا روح الاكل حيبقى فاضل في الاكاديمي وانت حكم بخاطري البراد رح يبقى ملان رح ياخذ مطرحك اليومين عصير يا ربي روح روح رح ياخذ مطرحك اليومين باي شو بحطوا لي؟ بحس ان انا لوحدي ليش؟ ولا كلكم جنبكم بحس اني لوحدي احنا الجمهور كل الكلام بيقول حنان حنان انا بعتها بوش عادي 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 حلو حنان حد انت بياثر معي؟ انا ولا حدا انا وصلنا بالبرايم خلص عن ميم. لما فلت حنان سار وسكت بقول لك شيء بقول لك شيء انت الحين لما تغني لما تغني والكاميرا قدامك سكينة سكينة انت تفرضي حالك مش الجمهور مش خليك من الكاميرا لحالك اسمعني اسمعني لا اتكلم معك شيء يعني انت سمعتيهم يعني صفقوا لي مثلا يعني وقالوا عالي 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 عادي انا بغني للكاميرا بالناس اللي يحبوني كلهم يعني اوكي في ناس منهم وبعدين مش هنا بس اللي بيحبوك في المغرب العربي كله في اكيد مصر. اكيد بزاف ناس يحبوك ما تنساش انك انت طلعتي مع حنان طلعتي زوج بلاد المغرب عرفت زوج بلاد المغرب وفاتن فحتى اذا صوتوا لحنان وما صوتوا لكش ليك اكيد المره الجايه راح يصوتوا غادي يصوتوا لك ليك انت لما تحطي ببالك لما تحطي ببالك انه انا هنا كل شيء اخليه برا وانا جاي اشتغل هي فرصه في العمر يا تشتغلي كويس يا ما حتلقى نفسك مرة فهمت علي؟ فحاول قد ما تقدري تعطي اللي عندك لا تحاولي دائما تحسي نفسك إنه أنت ما حد يحبك إنه شكلك ما وأنت تفرضي حالك إنه الناس يحبوك ولا إيش؟ مش فرض حد بالعكس لازم تفرضي حالك لازم تفرضي حالك أنت بروجرام تسحقي الناس يحبوك وأنت راح تغني تسحقي الناس يحبوك وتقوليش إنه أنا أحبش واحد يحبني اكيد مسحقه كل واحد فينا انت لحظه لحظه يعني انت تخيلتي الاغاني اللي يعطونك الاغاني اللي يعطونك يعني صح يعني انت ام كلثوم المشكله انا ما اديتهاش حلو معلش طيب اسمعي ليش ليش فرحانه بيه وبحبه اسمعي سكينه فيجي حظي الوحش سكينه انت ما فكرتي ليش اعطوك الاغاني هذه لانه صوتك ليش ما اعطاه فلان ولا فلان ولا ليه ما ادهوش اي بنت مننا صوتك جبار عشان اعرف ان انت قدها غير اختصاص ام كلثوم صوتك يعني صوتك قوي 11 شخص صوتوها لا 11 شخص صوتوها فين؟ الطلاب من الطلاب احنا 11 وشحال 11 صوت صوتنا لك اصلا من غير بورسنتاج خلينا بورسنتاج ما نشوفوش بورسنتاج 11 شخص صوتوا لك هذا 11 شخص على صوتوا لك انت جاوبي حالك انا ما راحش نجاوبك علاش صوتوا لك ماشي بس كنتي مغربيه انا صوت لك بس كنتي استالي فرصه ولا تاخذ الامور لا ننصحك احنا انه ما نحبك فهمتي يا سكينه يماري معايا في كتافي اتفهم احنا ننصحك انه احنا يعني شايلينك ضعيفه واحنا واقفين جنبك وعشانك ما ادري ايش فهمتي اصحابي امنين انت لا تاخذ الامور كذا انت لو صوتك مو قوي ولا انه حضورك حلو ما كان جد شجعناك فهمت عليه؟
لكل اللي بيحبوا ينضموا إلنا على مسرح ستار أكاديمي ليتابعوا البرايم مباشرة، ما عليكم إلا تشاركوا بمسابقات سي بي سي وتربحوا سفرة كاملة التكاليف لبيروت. ادخلوا على www.cbc-eg.com. بريك صغير مشاهدينا ومنرجع من بعده لأخبار الطلاب. منتابع يوميات ستار أكاديمي، وبذكركم أنه آخر أخبار الطلاب فيكم تعرفوها من خلال www.starakarabia.com أو من خلال الفيسبوك وتويتر وإنستغرام. هايدي زعلانة والسبب لوم فاتن إلها لأنها ما أعطتها صوتها بالبرايم. لو أعطيتك صوتي وكنت تستاهلي وانت عارفه قديش انت عندي بالنسبه لي. انا تخيل انه مرتضى كان نوميني الجمعه اللي قبلها ووقف جنبي ساعتها وانا كنت نوميني في الجمعه دي. شوفي بنتكلم بالواقع بالمنطق انه شوفي اوكي صوت انه انا بعطيك فرصه اوكي، بس انه انا لو في حاله اني ما وقفت مرتضى، احنا بنتكلم عن عقليات العالم طيب والناس اللي يتابعونا، انه بالمنطق بيزعلون علي لا العراق لا السعوديه الخليج بالضبط كله، فهمت علي؟ اوكي بقول لك انه انت عارفه انه لما انت تقولي ايش اقول لك الله انت لما تغني. طب بلاش مرتضى، لو واحد واقف جنبي مصري هو اقرب لك. لا بصراحه بختار صوتك، لا عن جد، لانه في النهايه كلكم قريبين مني. يعني هذه النقطة اللي أنا من زمان بقولها لكل الناس، إنه أنتوا كلكم قريبين مني، يعني ما أبغى أخلي أحد قريب مني أكثر عشان ما يصير موقف يخليني يعني في مكان يعني يحرجني ولا يضايق مني الشخص، فهمتي؟ سافا؟ حبيت نحكي برك معك لآخر مرة. مش فارقة معك. جاوبني برك وش قلت لك؟ ما فرقش معك. أنت مش هامك. أنت اللي مش هامك. أنا مش هامني. معليش إذا كان هذا رأيك، المهم أنا عارفة روحي وش يهمني وش ما يهمنيش. باغا كل شيء وما باغا والو. باغا كل شيء. أنا باغي كل شيء. قلت لك عارف مشكلتك، ما عارف شنو باغي. ما عارف شنو باغي دي مشكلتك. لا عارفه، واليوم قررت شنو باغي. قررتي؟ اليوم قررت. دخلت في نيفي من بعد ما كنتيش مقرر. من قبل ما كنتيش مقرر كنت عارفه بلي هاك كاي عيطوا لي باش نتصور. دخلت كان يصور فينا، قالوا لا صورها مع الاخر. قلت لهم نخرج وكي يخلص ايهاب عيطوا له نتصور معاه، نتصورش مع الاخر. اليوم شعلت النار بيناتنا هنا عند الدخله. قلت له جمله مريقله، هو قال لي جمله مريقله وصحيح. حسيتي بالفرق؟ حسيتي بالفرق؟ كيفاش فرق؟ قصدك شفتك زعل وارد؟ والله ما كنت عارفة يا إيهاب، أني نحلف سبحان الله العظيم. عرفتك تحلفي. نكذب بالحليف؟ لا نحلف لك على المصحف؟ ما محتاجاش. مالوش باش تأمن؟ ما بين خمسة دقائق. ما بين نهار وليل، ما بين نص نهار ونص نهار، عرفتي؟ اليوم أنا وياب قعدنا مع بعض، بتحب فيه، ما شبه فيه أبداً، حبس شوي. لا لا لا. ماما على مين سلمت؟
شخصي؟ الشخص المهم ليه؟ لسه الشخص المهم بالنسبة لي لسه، والشخص اللي مش مهم بس لا عادي تفهمت وعرفت انه just friend. انت لو تزوجتي واحد بتحبيه كثير قال لك انه ما تغني، قال لي ما تغنى، شو بتسوي؟ بحبه كثير، قال لي ما تغنى، وهو اذا بحبني كثير ما راح يقول لي هيك شيء. لو حبيت وحده بتغني اهلك طبعا مش حيرضوا عليها، وانت حبيتها قوي حيكون موقفك ازاي؟ وانت مستحيل اخذها، مستحيل اخذ زوجها، مستحيل تتزوج وحده بتغني، مستحيل اتزوج وحده بتغني. ايه مستحيل يتجوز وحده بتغني. اوكي هو قال لك ما باك تغني، هو اذا بحبني كثير ما راح يقول لي هيك شيء، لانه الانسان لما يحب وحده ما بيكون اناني، بده اياها لاله وبس. اوكي بس انه ممكن، طيب اوكي قال لك اوكي انه غني، بس قال لك عشان ما يزعلك، بس انت بتحس انه يتضايق، يعني تحس انه يتضايق يعني. ايش بتسوي؟ تكون انانيه يعني وبتروح؟ لا بخليه حد دايما يعني بحفلاته بيكون معي، ما حيكون فاضي يعني، بصير هو بلا بكون فاضي، بصير هو مدير اعماله نشتغل سوا. طيب هو يشتغل يعني، هو يشتغل عنده شغل. انت بدك تقفلها من شي مايه؟ لا 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 يعني. لا لا بس انه بقول لك يعني بتضحين ولا لا؟ بضحي؟ ايه عن جد، انه عم تسالني شيء انا ماني فيه. يا الله يعني عم تحطني بموقف انا ماني فيه، يمكن اذا كنت فيه بضحي، ما بعرف حسب قديش بحب الشخص. حسب ما تحبي الشخص. يعني اذا بحبه كثير كثير لدرجه انه خلص حبيته اكثر من الفن وحلمه، ايه ساعتها ايه بضحي، ما عندي مشكله. بريك صغير وبنرجع من بعده ليوميات الطلاب. مشاهدينا خليكن معنا. منتابع يوميات ستار اكاديمي. المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي زارت الطلاب لتقدم لهم نصائح غذائية جديدة. هيي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 ي
بتشيل الاحمر زي ما بدنا اياك تخص لانه من بعد ما حكيتك من بعد ما حكيتك نحن اوريدي المنيو معموله ابتداء من التنين بيمشي الحال ده يلا بينا هاي كيفكم ويلكم باك شفتوا ثانك يو شفتوا حطيت لكم سجاده حلوه كثير مبسوطه فيكم هالاسبوع لانه عن جد كلكم من ناحيه التغذيه كلكم سوبر جريت مين ربح سهيلة يا سهيلة سعد شخص ليه حدا ليه هيدا الشخص مع انه كلكم عن جد كنتوا بتعقدوا هالاسبوع بس ذا نمبر 1 شخص يلي مع انه معظم العالم عم بيقولوا انه هي ما عم تاكل كثير وحرام وما بعرف شو هو حتى حطيت لك صوره هي سهيلة هالمرة عن جد انت كمان رح يكون عندك التشانس انك تكوني الشيف تبع ستار اكاديمي بس هالمرة رح خليكي تنقي الفطور او الترويقة انت اذا بدك انت انا ببعث يعني اذا بدك تقولي لي شو انت بدك هلا منقرر اي نهار حسب السكيدجول تبعكم اذا بدك انت تقولي لي شو بدك انا بجيب لك اياه حاضر خالص او اذا حابه انت تطبخي لزملائك بالاكاديمي كمان فيك ما في مشكل وات ايفر يو وانت شو موضوعنا اليوم محزرته من ورا الريد كاربت بلا مودلز لا مس شهره في ملكه جمال ستار شهره ريد كاربت شو دايت السيلبرتيز لانه انتوا صرتوا مشاهير يعني انا وقتها قررت احكي عن هيدا الموضوع محسيت وقتها قررنا نحكي عن هيدا الموضوع وتقررت احكي عن هيدا الموضوع بالاحرى عملت اتصالاتي واجانا كثير سيلبرتيز من هوليوود قرروا انه يجوا على الاكاديمي واليوم رح يكون في شخصين كمان رح يجوا اول شخص رح نحكي عنه سيلبرتي
شخص اكيد ما بال بتحبه بيانسي. How did you know؟ اول شخص ما نحكي عنه جاي بيانسي. ها لحظه شيء عليك. ويلكم تو ستار اكاديمي. عرفها على مابيل. ولا مابيل كثير بتحبها. اوكي خلينا نحكي عن اصناف الاكل تبع بيونسي اللي بتاكلهم لحتى تقدر تضعف. مش بس رح جايز نحكي عنهم، رح ناكلهم كمان وندوقهم. خلينا نحكي عن اول صنف اللي هو حدا بيعرف شو هي ما عدا مروان، حدا بيعرف شو هي؟ اسمها بيتايا، اسم الفعلي تبعها الدراغون فروت. الدراغون فروت بتعرفوا ليه منيحه؟ حدا عنده اي فكره ليه ممكن تكون منيحه؟ ومثل كل الفواكه فيها كثير فايبر، فيها كثير الياف يعني، سو منيحه للهضم كثير. نيكست روق بليز. شو هيدا؟ بس شو جوز الهند؟ كوكونات اويل، زيت جوز الهند بدنا نحكي عنه. زيت جوز الهند عامل بوم، عامل صرعه كثير كبيره، لانه كثير دراسات جديده اكتشفوا انه زيت جوز الهند اكشلي اذا بنطبخ فيه بيساعدنا انه نقدر نضعف. غريب. اتس ا ديفرنت تايب اوف اويل، يعني نوع زيت مختلف جوز الهند عن الزيوت الثانيه. منيح للبشره ومنيح للشعر، كلنا بنعرف هذا الشيء. منيح للضفير، هيدا معروف كثير لانه صار له زمان بيستعملوه ببلاد الاسيويه كرمال هول القصص. مين بده يستقبل ضيفتنا الثانيه؟ جيلو. ما بعرف اذا بتعرفوا بس كمان جيلو نصحت بفتره لانه كانت بريجننت. تعالوا نشوف الصوره تبعها هي وحامل. ضعفت 30 كيلو بست جماع، ست اسابيع. شهرين يعني. ايه هلا صار وقت شو؟ صار وقت نمشي على الريد كاربت. مين اول شخص بده يمشي على الريد كاربت؟ تخبركم شو الشخص صار فيه. تفضل استاذ ايهاب، بس بدك تمشي بجديه ايهاب، مش انه هيك. ايهاب من المغرب، اهلا وسهلا فيك، تفضل. يلا يلا على الريد كاربت، بليز صوروه، بليز صوروه. يلا ايهاب. ايهاب هالاسبوع وبأربع ايام او خمس ايام فقط قدر يضعف هيك بيمشي على الريد كاربت. حي حي الجماهير، حي قدر يضعف كيلو كيلو من الوزن. برافو إيهاب، برافو. علي من السعودية هالأسبوع قدر إنه يخسر كيلو من وزنه، مبروك علي. أنيس حافظ على وزنه لهالأسبوع، الأسبوع الجاي كمان نفس الشيء. محمد ضعف كيلو و400 جرام، الأسبوع الجاي كمان بده يخسر كيلو واحد من الكرش. رافائيل من لبنان حافظ على وزنه. الأسبوع الجاي لازم يضعف له شيء 6 7 كيلو. شو مروان؟ مروان زاد وزنه هالأسبوع نص كيلو. زقفة كبيرة لحنان من المغرب. حنان ضعفت نص كيلو على الستريس. ذاتس ات، هذا كل شيء عندي لكم اليوم. انا ما قصدي انه اقول سكينة لانه فضل سكينة عفاتنا كده. اعرف والله العظيم، يعني هي كانت تقلي اقرب اشخاص الي هي موبيل وهايدي. وحسيتها كثير زعلت مني. اي بس انت منك ومن هايدي زعلت، الباقي انه عادي يعني ما يهموها. لكن انت تهمينها انت وهايدي. بعرف بقدرها ولها حق تزعل مني. بس هذا كله يروح. بعرف بس انه برضه يعني انا انه بفهم موقفها وبعرف لها حق تزعل مني. اي لان يعني انت مخلي في بالك انه اشخاص لأنه قريبين إيه منك ويخذونك بهيك موقف يعني صعبه. لانه ما كانت متوقعه انه مثلا انا وسكينة. يقولون عندنا مثل عراقي يقول صاحب الحاجه اعمى، فما راح تقدر الا بعد فتره من الزمن تقول يلا تعذركم انتم هايدي. لكن في موقف اليوم لا ما راح تعذر. انا ادري يعني انا اعرف شنو بقلبها. بس لك انا بعرف انه طلعتها راح تكون احسن بكثير. رح تطلع وعن جد رح يجي لها فرص. هي كسم هذا قالت لي انه انا كثير بحب غني اجنبي انه مثلي ويطلع لها تابلويات، بس انه كل مره انه ما عم بيعطوه. هي ما تاقلمت نهائيا. يعني بس
مساكننا ونحب الأفاتر. لا لا أعرف أعرف، بس هي كانت معقدة الأمور على نفسها، وأنا أكثر من مرة تكلمت. مديرة الأكاديمية كلوديا مارشليان زارت الطلاب حتى تقدم لهم موضوع الامتحان الأسبوعي. مرحبا شباب. أنا قلبي كنت بخاف عليك. نعم على الطاولة إذا مش مجوية. مجوية الطاولة؟ طاولة؟ أي طاولة؟ هايدي؟ أي طاولة؟ والهديك؟ أقول لك نقعد على نقعد هون، كان كنا عائلة ببعض. ظبط هايدي. بأمرك أنا. هاي كيفكن؟ مصوار؟ شو عاملين زينة؟ اشتقنا لك. مرسي مغيرة كثير محلية. مرسي مرسي شي غريب. شي غريب ايه عوجتكم. أهلا 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 كيفكم؟ ماشي الحال؟ تمام؟ أهلا 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 يا هلا يا هلا يا هلا بالحلوين. مصوار كلهم بدي بوسهم لازم. أنا ما طلع علي. تفضل. انتو منيح؟ تمام الحمد لله. خبرونا كيف رايكم؟ كنا انتشوان امبارح. لا انتو حكولي. احسن مقبول. احسن مقبول. خلينا نبلش. احسن من برايم 2. احسن شو؟ من برايم 2. احسن من برايم 2. طيب الايفال هالمره بدي اياكم كوبليت. كوبل شاب بنت شاب بنت. ليكو غريبة بس فهموني لأنه شايفتكن مخوخكن حلوة ولذيذين وبتفهموا. خلينا نعمل شيء من فتح بركة شعراتك بينزلوا شوي. ليكو كل واحد فيكن هلأ نحن معودين أنه الكوبل هو ثنائي، يعني هليكو مس تهليكو لا مش بالضرورة نروح نجيب كوبل يعني ناس عاملين غنية ديو، لا تعوا لنحن نعمل ديو نستمده من هالبعد عن بعضكم، يعني انتو كل حدا من بلد وكل حدا من ثقافة. فرجوني إذا بتقدروا انتو تعملوا ديو تخلطوا أغاني ببعضها إلى معنى بتكفي بعضها. أنا بدي وردة، أنا بدي وديع مثلا، هيتا نلاقي غنية لوردة غنية لوديع يلبقوا بكفوا بعضهم بيتناجوا مع بعضهم معنى مضمون ولغ ولحن. فهمتوا علي شو؟ عملوا هيك كابل كل واحد من بلده بس يبين انه انتم منسجمين مع بعضكم. هلا اذا بقى شاب لحاله ليكو عندكم عدة اوبشنات، بتقدر البنت ترجع تفوت مرة تانية، في بنت تفوت مرتين مع الشابين. انا كتير متساهلة لانه هذا الحركوش اللي بيخلق فتنة بين البشر عم يقول انه انا خلق فتنة. انا بفرجيك يا رحمة تتخب بعين الاعتبار، يعني اذا فت بنت مرة تانية تتخب بعين الاعتبار كيف غنى مرة تانية؟ لا انا ما رح حكمها، انا بحكمها اول مرة. أوكي. انا بحكمها لانه لانه ما بكون عادلة. انا اذا بدي اعطيها فرصتين ما بكون عادلة مع غيرها. أول مرة بتفوت، تاني مرة إذا رجعت بنت فاتت بتفوت تقول سوري أنا هالمرة جاي بس لحتى كرماله. إن شاء الله بتطلع رائعة وهونيك غلطانة بدي حاسبها هونيك. مزبوط. أوكي؟ لا مشان العدل. باي شيخة. شكراً مدام. باي باي. رح يكون إيفال حلو إن شاء الله. إن شاء الله حلو. مش رح تتفاجأ يعني إحنا موهوبين من فترة. طبعاً موهوبين. هيدي هي أخبارنا مشاهدينا وأخبار الطلاب لليلة. لاقوني بكرة بحلقة جديدة مليئة بالتطورات. باي باي. حط عراسي من فوق يا رب محمد انا وياك انا وياك محمد محمد وان لقيتكم حبيبي Yeah.
أسمراني عامل إيه الغربة في سوا وأنا ماشي سوا وأنا داري بحالي سوا الغربة يا غالي سوا يا غالي ورايا سوا وأنا ماشي ليالي لحظة بس طريقه